وش عندك طيب ولا طيب؟ وش خنا وش يا خروف خنا؟ طيب يا خروف خنا انقلع يا خروف. ايه طيب انت ترعنا لنا ولا خلاص؟ ايه خلاص؟ ايه رجال؟ ايه طيب غازي ويش؟ أربعة أربعة خمسة خمسة ستة ستة أوكي حكا. يعيشوا في هذا الجو الإيماني البديع، صاموا في ربهم سبحانه، فما أروع هذا المنظر للصائمين وهم يجلسون على سفر الإفطار جنبا إلى جنب من مختلف الجنسيات. اختلفت ألوانهم وجنسياتهم